عن أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود والحديث صحيح. صحابي يعني أمامة الباهلي رضي الله عنه الله كرم حليه هاي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحريس يا مان وتقولي كل تسأل الله يلي صوبنا عليها هاي: إن أولى الناس بالله كان دتك أقول إله سبحانه وتعالى وكان من بدأهم بالسلام سلام تخفك كبلابة وقفك إلهي كان أقول نحرستيسا بركول علي إن شاء الله سلام فإذا إلهي إذا قفك كان بلابة وامتك أقول نحرست إلهي سبحانه وتعالى وحول بمركة قلبك يسكو جنة إلهي إنه مكا أفضي الله قيابا بركة سلام إن شاء الله سلام كبلابة وفي أورين إلى نقطة عاد بلاو وحن خلدنا في شيطان بيا هذين وحن سعفا من الله هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.